جعل الله سبحانه وتعالى الدعاء سلاحا للمظلوم ليرفع به المظلوم الظلم عن نفسه فينصره الله سبحانه وتعالى وينتقم له ممن ظلمه. وإن دعوات المظلوم لتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب تبارك وتعالى جل في علاه: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. كما أن الله عز وجل يعاقب الظالم في الدنيا والآخرة، ولكن كيف يعاقبه في الدنيا؟ فهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله، فتابعوا معنا. إن الله سبحانه وتعالى توعد الظالمين بتعجيل العقوبة لهم في الدنيا لسوء الظلم وكثرة أضراره على المجتمع، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله تعالى فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. ولذلك فإن عقوبة الظالم في الدنيا قد تظهر في خاتمته، فتكون نهايته أليمة شديدة انتقاما للمظلوم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لذلك وجه ربنا سبحانه وتعالى أن يمهل الناس الظالمين ولا يعجل لهم بالعقوبة، لأن عقاب الظالم سيعطيه له الله سبحانه وتعالى، وسيكون على أقبح حال وأشنع صورة. فلا يلزم تأخير العقوبة إلى يوم القيامة، فإنه قد ينال الظالم في الدنيا من عقوبة الله تعالى ما شاء الله عز وجل، وقد يملي له ربنا تبارك وتعالى ثم يأخذه أخذة شديدة. وذلك كما في حديث الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالعقوبة الدنيوية التي ستقع على الظالم ستكون في بدايتها الحرمان من البركة وزوال النعم، فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة القلم عن أصحاب الجنة الذين عزموا على عدم إعطاء الفقراء حقهم منها، قال ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. كما أن من صور العقوبة التي تحل بالظالم في الحياة الدنيا القصاص، فقد جعل الله سبحانه وتعالى القصاص وسيلة لأخذ الحق من الظالم، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. كما يوجد أربعة مراحل يعاقب الله عز وجل بها الظالم كما أخبر في كتابه: 1- مرحلة الإمهال والإملاء، وهي أولى المراحل التي يتعامل بها ربنا سبحانه وتعالى مع الظالم، هي مرحلة الإمهال والإملاء. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، سورة الأعراف. وفيها يمهل الله عز وجل الظالم فتحا لباب التوبة والعودة إليه تعالى والندم عما اقترف من الذنب. 2- الاستدراج،
فيما يحل الاستدراج كمرحلة ثانية من تعامل الله عز وجل مع الظالم طبقا لقوله جل جلاله في سورة الأعراف: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فالظالم لا تكون عقوبته ضيق الدنيا عليه، لا، بل على العكس، قد تفتح عليه الدنيا وتبسط عليه اللذات والمتع ويعطيه الله تعالى أعلى مما يطلب، وباعتبار أن الدرج يدل على الارتفاع فالدرك يدل على النزول. 3. التزيين، وهي المرحلة الثالثة، وتتمثل في قول الله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم، إذ يموت فيها قلب الظالم فيرى ما يراه حسنا بل يراه الواجب فعله، ولم يعد في قلبه حياة ليلوم نفسه على ما يفعل من المظالم والمساوئ والمعايب. 4. أخذ الظالم، وهي المرحلة الأقصى في العقاب، وفي النهاية يصل الظالم إلى مرحلة الأخذ في سورة هود، قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، حيث يصل الأمر للمرحلة النهائية وتتنزل العقوبة من الله تعالى على الظالم، وتكون في الأغلب الأعم شديدة القسوة. وهذه من حكم الله تعالى، حيث يعجل عقاب بعض الناس في الدنيا ويؤخر البعض الآخر ليوم القيامة، فإنه ربنا تعالى لو عجل عقاب الجميع لهلك الناس، ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة، وحكيم يتصرف بأعلى مراتب الحكمة، لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة، ورب السماوات والأرض لا يفوته شيء أراده. قال تعالى في سورة فاطر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وقال ربنا عز وجل في سورة الكهف: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وأشار بقوله تعالى: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، إلى أنه تعالى يمهل ولا يهمل، فالله جل جلاله لا يضيع عنه شيء ولا يعجزه شيء ولا يغيب عن علمه شيء ولا يخرج عن قدرته شيء، فهو الله القدير العليم الحكيم الخبير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ووفقنا لكل ما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأصلح أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن خاتمتنا، وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.